رجعنا لكم مرة تانية، بنشكر زميلتي رشا المصري شيماء عزايم الفقرة الأخيرة مع سيادة المستشار سامي الشيشيني. نبدأ معاكم زي ما وعدتكم من كل محافظات مصر بنقدمكم المثل والقدوة. من محافظة اسكندرية بنرحب بضيفي وضيف البرنامج والمبادرة الأستاذ عادل طعيمة. منورنا أستاذ عادل، أهلا بحضرتك منورنا. وبنرحب بزميلتي الجميلة رحاب، اتفضلي بقى. أهلا وسهلا يا عماد، مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ احلى جمهور برنامج افتخر بمهنتك. نرحب بالضيوف، استاذه اماني زي حضرتك، الله يسلمك، استاذ عادل منور الدنيا كلها. الله يخليك يا فندم، شكرا والحمد لله. طبعا بنقدم لكم دايما من كل محافظه من محافظات مصر المثل والقدوه. جايبين لكم النهارده من شباب اسكندريه علامات وقامات في كل المهن، للمنسق المبادرة ومدير تسويقها بالاسكندرية الأستاذ عادل طعيمة. منورنا أستاذ عادل. أهلا وسهلا. تفضل كده قول لنا نبذة عن حضرتك وعن شغلك. والله حضرتك من أول ما طبعا أخذت التفويض من حضرتك، وأنا بشكر حضرتك على الهواء أولا، شرف لينا وجودك معانا. بدأت اشتغلت على المبادرة وبدأت أعرض الأمر على الناس. في الأول كان صعب شوية، لكن طبعا الحمد لله يعني بدأت أقنعهم إن هم يشتركوا في المبادرة، فاشترك معايا بعض الافراد. هننزل اعلاناتهم دلوقتي على الشاشه، ثم ان شاء الله بعد الحلقه دي ان شاء الله بس يعني هيبقى في كم من الاعلانات وكم من الناس اللي عايزين يشتركوا في المبادره. طبعا مبادره الخير، مبادره افتخر بمهنتك، دايما بنقدم في كل مهنه يعني تصريح او تفويض لاي مجال باسعار رمزيه لمشتركين المبادره على كل المحافظات، وده ان شاء الله هنعممه الفتره اللي جايه. معانا المحامي، معانا الضابط، معانا الدكتور، معانا النائب، معانا المدرس، معانا الكوافير، معانا كل المجالات، معانا السباك، معانا الكهربائي. احنا مبادره افتخر بمهنتك لكل المهن رمز وقدوه، بنبرز الشباب المميز والقدوه لمهنته. ولا ايه يا رحاب؟ احنا طبعا مع بعض في المبادره. طبعا انا بس كنت عايزه اسال استاذ عادل سؤال. ما هي اعمالك القادمه بالنسبه الشركه والهدف بتاعها ايه للانتاج الفني؟ والله انا هتكلم الاول عن التسويق وبعد كده هتكلم عن الانتاج الفني، لان التسويق هو اللي خلاني ابدا في الانتاج الفني. تمام. فبالنسبه اول ما بدات ان انا اسوق للمبادره وافتخر بمهنتك، بدات ان انشر الكلام ده من خلال فريق التسويق بتاعي، من خلال انا شخصيا بدات اعدي على كل المجالات اللي ذكرها المجالات الحرفيه والعمليه والمهنية. الناس مرحبين بالفكره بس عايزين يشوفوا الاول. انت واجهة مشرفة، انت واجهة مشرفة للاسكندرية ان شاء الله، وقادر ان احنا نجمع شباب فتحت راية افتخر بمهنتك وشركة الهدف دي، طبعا هتبقى نورة اسكندرية ان شاء الله. اشكرك يا زبيان، اشكرك. طيب وبالنسبة رد الفعل الناس اللي في اسكندرية ايه؟ رد الفعل هي الناس مرحبين بس عايزين يشوفوا الاول الشغل بتاع الاعلانات كمبادره وده هيبان ان شاء الله في الفتره اللي جايه. والانجازات اللي حضرتك بتتمناها من خلال المبادره ايه هي؟ هي الانجازات اللي انا اتمناها ان شاء الله ان يبقى في انتشار كبير في اسكندريه وفي القاهره كمان، انا فتحت فرع في القاهره ان شاء الله. بالنسبه للاعمال الفنيه انا ما اتكلمتش عن الاعمال الفنيه بتاعه شركه الانتاج. شركه الهدف ان شاء الله في اول حاجه هنعملها ان شاء الله في مسرحيه اسمها وبعدين معاك يا ادم، دي من تاليف الاستاذ جوزيف صبحي والحان الدكتور بهاء، ودي هتبقى بشكل يعني كويس جدا وامكانياتها كويسه والممثلين اللي فيها على قد ما هم وجوه جديده لكن هيقدموا حاجه كويسه جدا، وان شاء الله هنعملها يوم 28. دايما مبادره افتخر بمهنتك مع الشباب، هنبدا بالصور اللي موجوده على شوف شويه الصور اللي هي جايانا من اسكندريه مبادره الشباب افتخر بمهنتك. طب استاذ عاد دي الحاج ابو طارق، ده صاحب محل لبيع وتاجير السيارات، ده عرضت عليه المبادره فبدا ان هو يعني ياخد اشتراك رمزي لمشترك المبادره في اشتراك السيارة. رمزي ودعم. معانا مكالمه تليفونيه. الو الو، السلام عليكم استاذ سامي. استاذ سامي معايا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامي من حلوان، نجم المتابع دايما والمدعم لمبادره افتخر بمهنتك، اتفضل يا استاذ سامي. الله يبارك لك يا زمان، انا برحب بالاستاذ رحاب. حبيبي ربنا يبارك لك يا رب، وبرحب بضيوفك الكرام. تسلم لي، اتفضل. برحب بضيوفك الكرام، اهلا وسهلا، اتفضل. الرساله اللي انت حابب توجهها لنا يا استاذ سامي، نجم حلوان ومن مؤسس مبادره افتخر معانا. الو، اتصال قطع.
نرجع تاني للصور بقى استاذ عادل تشرح لنا واحده واحده كده ان شاء الله. معاك يا استاذ. الصوره دي يا استاذ طارق تشرح لنا لمين؟ ديت برضو الحاج ابو طارق، دي صوره تانية الحاج ابو طارق. ان شاء الله هيعمل اعلانات كويسه معانا وداخل في المبادره وهيدعمنا بناس تانية باذن الله. شوف الصوره اللي بعدها، ده حسين الريان صاحب محل ليموزين لبيع السيارات بس برضو وادي الريان. اشتراكات رمزيه المشترك المبادره. لحظه بس اتكلم عن وادي الريان الاول. وادي الريان ده هيعمل فقره، عايز يعمل فقره ان شاء الله معانا ان شاء الله. وداعم للمبادره بشكل كويس يعني. اولاد عزام للدهانات. اولاد عزام للدهانات والديكور الحديثه، ده شاب برضو بادئ حياته وعايز يعمل يشترك في المبادره من خلال المبادره يعني. تهنئة خاصة للعروسين طبعا الأستاذ عاد صبري للعروسة والعروسين الأستاذة رنا، وألف مبروك للعروسين. طبعا احنا دايما بنقدم فقرة التهاني اللي موجودة على الشاشة. تهنئة للعروسين الأستاذ عاد صبري وحرمه، للعريس أستاذ أمير والأستاذة رنا، ودي طبعا الطفل هشام طلعت اللي موجود قدامكم على الشاشة، ورقم تليفون والده 010-250-618-836. دي حاله انسانيه عندها مرض يعني، يا ريت الناس تتابع مع الرقم التليفون ده. نرجع للاستاذه امانه عزام. اماني عزام اهلا وسهلا بيكي، معلمه وافتخر صح كده؟ تمام. ايه المفاجاه اللي انت حابه تقوليها للمشترك المبادره بمنتج تجميل خاص بالتجميل؟ بدايه انا اشكركم جدا، اشكر كل فريق برنامج افتخر بمهنتك على استضافتي النهارده معاكم، وان شاء الله باذن الله مش هتكون اول مره اكون معاكم فيها ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت انا معلمه في مهنه التربيه والتعليم فوق 30 سنه ان شاء الله. شرف من التعليم طبعا. الله يعزك الله يعزك. انا اللي افتخر وشرف لي ان انا اكون في وزاره التربيه والتعليم طبعا. عكس طبعا معلش كل الحاجات اللي بتحصل ودي كده، بس ده حاجات موجوده وعامه، لكن الاصل ثابت ما شاء الله، اللي هو ان التعليم مهنه ورساله مقدسه وليها قيمتها في المجتمع. طب وان شاء الله حصري مع بعض، قول لنا برضو الفقرات ان شاء الله اللي هتبقى معانا قولها لنا. طب هتدفع كام؟ لا شرف بس وجودك عشان احنا التتر ننزل. الله يعزك ان شاء الله باذن الله باذن الله. كانت عرضت عليا فرصة فاقتنصتها في مجال أدوات التجميل، فإن شاء الله بإذن الله هكون معاكم فيها في شهر 12 بإذن الله. شرف إن شاء الله بإذن الله. شرف لينا. طبعا ده تكريم بسيط للأستاذ عادل الطعيمة المدير تسويق. افتخر بمهنتك. شكرا أستاذ عادل. شكرا. بص الكاميرا هنا، انتظرونا الحلقة اللي جاية قناة الصحة والجمال. شكرا لكم. شكرا.